اي نعم. اوكي اوكي. لك بعد كل شيء صار لساتك عم تلعب من ورا اخوك؟ توقعتك انك تكون تعلمت، بس يبدو انك ما بتتغير ابدا. هذا الموضوع ما بيخصك ابدا. مو بس بخصني إلي، وبخص الشركة كمان. لك انت كيف بتقدر تساوي هيك باخوك؟ فهمني. تخرسي واصحك اخي يدرى انه انا ورا الموضوع، عم تفهمي؟ عم تعترف انه انت وراه وراس الحربة. انا مو مضطر برر لك اي شيء، لهيك انسي الموضوع. وانا مو مضطر انفذ الاوامر اللي بتعطيني اياها. ماشي، ناطر منكم خبر. ماشي، مع السلامة. الله يلعنك حقيرة. أنا بورجيك يا ريام، والله لأصل لك لسانك. أنا لازم لاقي حل لهذا الموضوع بسرعة. أخي؟ كأني فاجأتك بشوفتي؟ لا والله، بس يمكن لأني كنت شارد وما انتبهت. بدي أسألك، شو رأيك نطلع نتغدى بشي مكان؟ مو خرج، شوف الجو، ما خرج طلعت. مثل ما بدك، خلص بلاها. هات لشوف، شو أخبار الشركة؟ اليوم ركبنا كاميرات بكل الشركة. بالمناسبة ألين هي اللي فاتت على الشركة هداك اليوم. كأنك ما استغربت؟ ليش أنت استغربت؟ مو كتير. خوفتيني ماما. كأنه أمك بدها تحكي شيء، شو بدها؟ عم تقول ليش ساكتين؟ شو بكون ما عم تحكوا؟ يعني شو بدنا نحكي لك بنتي؟ ما في شيء جديد، بعدين هي ما سألتنا. أمي عم تقول إنه هي ما عم توجه لك الحكي إلك، عم تسألني أنا وريهام، عم تسألنا شو أخبارنا، شو الوضع؟ نص نص. يعني ما في شيء جديد، كله على حاله. هي لسه بدها تسأل. ماما حبيبتي، إذا في شيء معين احكي وخليني أعرف أكون. قصدها أختي إنه بتفهم عليكي، أما أنا وبابا ما بنفهم عليكي أبداً، يعني لو بنفهم عليكي بيكون الوضع أحسن. ما عم تحكي مشان ما يفهم بابا شو عم تقول. ريهام، لو بدك كنتي تعلمتي تفهمي، هيك عم تقول. هذا هو الشيء الوحيد اللي ناقصني. وهيبة بشرفك، خلصينا بقى. يعني والله هالمرة زودتيها شوي. معك حق. ايه عن جد ماما، بتعرفي انه بابا بيحبك كثير، واكيد مو قاصد انه يزعلك او يجرحك. كلامك صح يا بنتي، لك معقوله انا زعلك عن قصد انت مرتي وحبيبتي؟ بس اعترفي انك هملتي زوجك وهملتي البيت من لما استلمتي هالاداره وبلشتي شغل. عم تقول رح كسر الطاوله. لا يا ريهام، ما عم تقول هيك. بابا عم تقول سكوت، حاج تحكي. طول عمرها معك راهنة حياتها إلك ولهالبيت، لهيك حاج تحكي، وهي هلأ عم تحكي مع بناتها مو معك. كأنه عم تقول شيء مهم هلأ. لك بنتي احكي لي، شو عم تقول بسرعة؟ ماما معقول احكي هيك شيء؟ ايه ريهام، امتى رح تاخدينا مشوار على الموتور؟ لسه جنبك عم يعلمني، بس اتعلم منيح باخدكم. ليكي بعرف شو معناتها حركة هالحاجب، وبعرف شو قصدها، بعرف منيح.
جنبك هو رح يعلمني امي. عم تقلك منيح، بس انتبهي وانت عم تسوقي. وكمان عم تقول انه اتصلت بالسيد جان وعزمته على افتتاح المكتبة بكرة، يلا ورح يحتفلوا بهالنجاح اللي حققوه مع بعض. وبهالمناسبة رح تساوي امي فطاير. عن جد رح تساوي بكره فطاير؟ اه ليكي، رح تعمليهم بالسبانخ ولا بالجبنه؟ اه ما في داعي ترجم لك شو عم تقول بابا. بس ما فهمت شو قالت. الحمد لله انا شبعت. صح، انتوا كفوا. صحه وهنا. صحه وهنا حبيبتي. امي رح ترجم شو قلت. احكي يلا. بابا عم تقلها ايه؟ انه هي كتير بتحبك وانه بدها تصالحك وما عاد فيها تتحمل، وانه عم تساوي كل هذا الشيء مشان تجاكرك وبس. حلو حلو حلو، من اليمين واليسار عم تضربني يا زلمه شبه. ما شفت شيء لسه. المفروض بس اضغط اكس اكس دائره يضرب كذا ضربه، مو بس وحده. القبضه منزوعه. قلت لي القبضه منزوعه، ما هيك؟ شرف، خلصت اللعبة بكفي. عيوني وجعوني خلص، حاج اليوم. العم على القصة. شو بدي أقول لك؟ تعال بكرة على الشركة، غير جو شوي. ماشي. يعني رح نشتغل سوا؟ إيه إن شاء الله. رح روح نام، نعست كتير. بدي إياك ترجع بكرة بقوة وتمرن منيح على اللعب، أدائك متراجع، بدي محترفين. خسرتني بسبب القبضة. أنا منيح الحمد لله، أنت كيفك؟ آخر فترة كنا مشغولين. على فكرة حكيت مع جان بالموضوع واتفقنا، وبكرة راجع الدوام. طبعاً الفضل بيرجع للأسهم اللي أعطيتيني إياها. إيه ماشي ماما ماشي، ما تاكلي هم. إيه مزبوط كلامك، مثل ما قلت لك بالضبط. أوف يا ربي، شو بدي ساوي هلأ؟ كتير صعب الواحد يكون عارفان كل شي وما في يحكي. أنا مستحيل أقدر أتحمل، خلص رح أحكي له كل شيء. انتبهي ممكن يزعل منك. ليش بده يزعل مني؟ أنا شو عملت؟ ما ساويت له شي بنو؟ شو بيعرفني؟ ما تنسي إنك فايتة بين اثنين أخوة، بس أمير بيك عم يخبص كتير. أختي فيني فوت أحكي معك شوي؟ طبعاً أختي، تفضلي تفضلي. ريهام حبيبتي، أنت منيحة؟ من شوي حسيتك زعلتي فجأة، احكي لي شو اللي ضايقك. اختي انا لازم احكي لك شيء مهم. شو هالشيء المهم ريهام؟ خير؟ شوفي، بخصوص امير بيك. ان شاء الله بده يرجع على الشركه. معناتها الموضوع افظع من هيك مو؟ اختي حبيبتي، متذكره هداك اليوم اللي انحطت فيه الطابه اللي فيها كاميرا مخفيه بغرفه دارين خانو؟ متذكره. بس شو له علاقة أمير بيك بهالحكي؟ إيه أنا شفته لأمير بيك كان ماسك هاي الطابة، ومن بعد اختفت وما عاد لاقوها أبداً. ما في داعي تكبري الموضوع، يمكن عجبه شكل الطابة مو أكتر. ما فينا نظلمه ونفكر فيه بالعاطل. بعدين لا تنسي إنه الزلمة رجع من الموت من فترة، وعن جديد زبط علاقته مع أخوه جان بيك. معقول يساوي هيك شي ويخرب علاقته مع أخوه؟ فكرت مثلك وقلت مستحيل يعمل هيك بأخوه. بس فضولي قتلني وقلت خليني روح واسأله. ايه شو قال لك؟ اكيد غلطانة. هددني وقال لي بتخرسي وبتسكري على القصة. كيف؟ عن جد عم تحكي؟ اختي انا كتير آسفة، كنت محتارة بين اني خبرك بالموضوع او خبي عنك. هو خان ثقة جان بيك. آسفة انه ضايقتك. ولا يهمك اختي، عادي، هذا مو ذنبك. حبيبتي امتى رح تحكي بالموضوع مع جان بيك؟ مرحبا، كيفك؟ اهلين جان بيك.
بلا رح أقول له، ما رح أقدر خبي عنه الموضوع. برافو أختي برافو، وأنا عندي كلمتين لازم أحكيهم مع أمير بيك. أحكي معه فهمي إنه غلطان، كأنه أجه. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. بما أنه القصة فيها تسكير أبواب معناتها الموضوع مهم. مزبوط، مو عارفة أنا كيف بلش بالموضوع. بعرف الموضوع صعب بس المفروض أحكي. عم اسمع جان. أمير هو أخذ طابة التلج. أوكي فهمت عليك. أوكي كأنك ما استغربت؟ لأني بعرف بالموضوع. كيف يعني بتعرف؟ أمير هو اللي خبرني. كيف يعني شو حكالك؟ أخي في موضوع مهم بدي أحكي معك فيه، أو بالأحرى في شيء ضروري إنك تشوفه. شوفي مو هي الطابعة اللي كانت بمكتبي؟ الكاميرا هون. هالفكرة ما بتجي على بال حدا أبداً، ولما بلشنا نشك إنه في حوالينا جواسيس فجأة اختفت وما عاد شفتها. إيه مزبوط، لأنه أنا أخذتها. شو يعني أنت أخذتها؟ وليش أخذتها مشان أخي شو؟ خلص اهدى عود وخليني فهمك شوي. رح أحكي لك كل شي بس روق، عود رح فهمك كل شي. عم اسمع، لما رجعت على الشركة بعد الحادث كنتوا عم تدوروا على الجاسوس، شكيت بقليل وقتها. أكيد قليل، طلعت هي ما هيك؟ للأسف طلعت هي. طبعاً بالأول نكرت هالشي، هددتها وقلت لها معي أدلة، قام فوراً انهارت واعترفت. طيب ليش أخذتها لحالك؟ ليش ما أجيت لعندي وقلت لي هالحكي؟ برأيك ليش؟ إيه؟ لأنه كنت رح تعصب وتجن وتخرب كل شي. معناتها قليل بتعرف إنه طابي معك صح؟ أكيد بتعرف. إيه مزبوط، بس هي بتعرف إنه انتهى الموضوع، يعني قلت لها إنه نحن ما رح نشتكي عليها مقابل تقلنا وين الكاميرا موجودة. اسمعني أخي، الجو بالشركة مو كتير تمام، الوضع مو متحمل أبداً، على قليلة مشان هالكم زبون يلي بقيانين. يعني رح نقعد هيك ونتفرج؟ قلت لها ما رح نخبر الشرطة لأخذ الكاميرا، فإذا حابب تخبر الشرطة خبرهم، القرار لألك. طيب ماشي ماشي، ما رح نعمل شي حالياً، ما في داعي نخبر الشرطة. أخي أنت زعلان مني؟ أنت عملت لي لازم ينعمل، بالعكس أنا مبسوط لأنك اخترتنا نحن. اسمعني يا أمير، ما بيعني لي إنه هي تتعاقب ولا ما تتعاقب، المهم هلأ نعرف إذا كان في حدا وراها، لهيك أنت لاحق الموضوع. ما تاكل هم، أنا معك دائماً. وهي لين لازم تطلع من حياتنا بقى. طلعت ومشي الحال. يعني أنا عندي علم بالموضوع كله، ما تاكلي هم. وطبعاً بفضل أمير لقينا الجاسوس اللي كنا عم ندور عليه من زمان. جان أنا شاكة إنه أمير بيك إله إيد بموضوع الجاسوس. شو قصدك؟ شو اللي خلاك تشكي إنه إله إيد بالقصة؟ لأنه شفته بغرفة دارين خانه وكانت طابة التلج بإيده. إيه مزبوط حكيك، هو حكى نفس الحكي، إلا إذا أنت عندك دليل أو إثبات أو أي شيء تاني. عندك؟ لا والله، بس أنا ريهام ليكي كتير طبيعي إنه أنت ما توثقي بأمير بنوب بعد اللي صار بالماضي، يعني وأنا بعرف ومتأكد إنه أنت خايفة علي. بعرف غلط، بس أنا حبيت أعطيه فرصة تانية، لهيك محيت كل اللي صار بالماضي. يعني شو الحل؟ بالنهاية هذا بضل أخي صح كلامي؟ ليلى؟ أمير بيك؟ هاي حركة الحسابات بغياب حضرتك، قلت أكيد لازم تشوفهم. تمام، شكراً كتير، منيح هلأ بشوفهم. ليلى أنت منيحة؟
منيحة. إذا ما بدك شي خليني أرجع على مكتبي لأني كتير مشغولة. ليلى؟ ليش أسلوبك معي تغير؟ شو القصة؟ شو الأسلوب اللي بتحب أحكي معك فيه؟ عن شو بتحب نحكي بالضبط؟ تتذكر لما فشيت لي قلبك لما كنت متخانق مع أخوك؟ وقتها وعدت حالك وقلت لي ليلى أنا ناوي صلح كل الأغلاط اللي عملتها بحياتي. فما بعرف إذا بالتجسس الواحد بيصلح كل شيء أمير. معقول هيك الواحد بيصلح كل شيء؟ لك كذبت علي وأنت حاطت عينك بعيني وبدون ما تخجل. من كل قلبي حبيت صدق أنك إنسان منيح وطيب، بس اللي وصلت له أنك واحد سيء، واللي عملته بأخوك كتير عيب. وببشرك أنه عندك موهبة كبيرة بالتمثيل والكذب، يا عيب الشوم بس. ليلى اسمعيني شوي، خليني أشرح لك. ما بدي اسمع منك شيء، أنا شبعت من الكذب والنفاق، مفهوم؟ ليلى؟ ريهام، ريهام، أنا رحت وقلت له كل شيء بقلبي، صرخت وعيطت عليه. قلي لي أنت شو عملتي؟ خبرتي جان بيك؟ خبرته بس هو بيعرف كل شيء. أمير بيك كان حاكي له القصة. كيف يعني؟ قصدك قال له كل شيء؟ قال له إنه هو الجاسوس؟ لا لا لا، ما قال له هيك، قال له إنه قالين ورا كل شيء. قال هو كان شاكك فيها من البداية، يعني إجت واعترفت إنه هي ورا كل القصة، يعني الطابة والكاميرا المخفية وكل شيء. بس قلتي لي إنه هو اعترف لك بكل شيء وهددك وقال لك تسكري تمك، مو هذا اللي صار؟ بلا يا ليلى اعترف، أنا قلت لك كل شيء صار، والله العظيم ما عم كذب عليكي بشيء، ومتأكدة إنه هو ورا هالموضوع. يعني طلعنا ظالمينه لأمير بيك؟ حكيه بدل إنه إيه، بس مو مصدقته. لك أنا شو عملت؟ كيف بدي حط عيني بعينه للزلمة بعد اللي عملته فيه هلأ؟ إذا كان بريء ليش لحتى يخاف ويهددني؟ هاد أكيد عرف إني رح أحكي لجان كل شيء قام راح هو حكاله قبلي، متأكدة إنه مانو بريء. ريهام مشان الله حاجة تحللي وتركبي وتخترعي قصص مانا صايرة أبداً. الزلمة طلع حاكي لأخوه، مع هيك ما خلص منه. لك ليلى ليش لحتى يهددني إذا هو بريء؟ بلكي لأنه هو بده يخبر أخوه بالأول. والله العظيم هالزلمة مو نظيف. اسمعي، في جواتي إحساس بشع وإحساسي ما بيخيب. مو كل شي بتحسيه مزبوط، ما بصير تتعاملي مع الناس على حسب إحساسك تجاههم. أول شي بتتأكدي من الموضوع بعدين بتتهمي الناس. اللي حكيته للزلمة كلام كتير كبير بسببه. خلصنا أختي، تمام. في شي مو مزبوط ورح تشوفي. لك خلص يا ربي دخيلك، شو هالبنت هاي؟ يا ربي دخيلك، كمان كتب أطفال رح حطهم هون. تعي شوفي هدول، كمان هون في كتب أطفال. حاسس لك يا معلمتي هالناس ملوا من كتب الأطفال ببيتهم، فقالوا لحالهم يضربونا من نية فيهم. وهذا للولاد شرفي، وهذا كمان للولاد. تفضلي. خايف شوي شوي نصير روضة أطفال، مو ناقص غير نجيب كم مرجوحة وزحليطة ونحطهم بهالمكتبة. طبيعي يكون بالمكتبة كتب أطفال. ها؟ تربية الدجاج خطوة بخطوة، خليني أقرأ لك يا وبرجع لك بمشروع جديد بتربية الدجاج، صدقيني يمكن نلاقي مرابح أكثر من مشروع المكتبة. مظفر، أعصابي سلفانة، في مجال ما توترني زيادة؟ عم تفهم؟ لازم تفكر معي من وين بدنا نجيب أنواع جديدة من الكتب. والله واضح مستوى ثقافة شعبنا من هالكتب، كلهم كتب أطفال وطبخ. عم فكر أكتب شي كتاب وبعت لك إياه لهون، وأعمل منه أكثر من جزء ونصفهم جنب بعضهم على الواجهة، مثلاً سلسلة مظفر للجنون. قلت لك حاج توترني ابني، هذا المكان هو يلي رح نعيش من وراه كلنا. إيه طبعاً من وراء كتب الأولاد. لك عن جد من وين بدنا نجيب أنواع كتب تانية؟ والله رح يرتفع ضغطي. شو بيعرفني؟ لسه معنا 21 يوم، هذا اللي بعرفه. مين وهيبة أيدن؟ أنا. تفضل. في طرد شحن لحضرتك برا، تفضلي مشان تستلمي. طرد شحن؟ يلا بسرعة يلا يا شباب. شو هاد لجوة ابني؟ لجوة. شو هاد؟ كتب. الكتب. يا ريت طلبنا شي 50 مليون، كنا اشترينا كل كتب العالم. مين اللي بعت هالكتب؟ هدول جان بيك اللي بعته. لك شو هالزلمة هاد؟ جان بيك هو اللي بعتهم، بده يفهمنا انه قرأ هالكتب وبعدين بعتلنا ياهون. حاج تحكي مظفر، لك انا كتير مبسوطة يا ربي. بعرف، وانا كمان عم حاول اكون مبسوط مثلك انت، بس ما مقتنع انه السيد جان بيك بعتلنا هالكتب بعد ما قراهم كلهم، الا اذا كان عم يقرأ هو بطن امه. يلا خلينا نفوت ونفرزهم، وحاجتك حكي يلا، انا مبسوطة كتير. لك شوفي هدول جابوا شاحنة من الكتب، ليكي كم كرتونة، ليكي معناته القصة عن جد مو مزحة مثل العادة. لا طبعا مو مزحة. يلا شو بدنا فيهم؟ الله يوفقهم. احسان قرب عندي، هاي المكتبة ما رح تفتح يا احسان. ليش بقى؟ ما لازم، وهيبة تشوف حالها وتنفش ريش علينا.
والله تأخرنا، المكتبة انفتحت وصارت مليانة بالكتب. إحسان ها، فتح لي مخك شوي، حتى لو فتحت وتعبت بالكتب فكر كيف رح نخرب عليهم وما ينجحوا. هلا فهمت عليكي، رح ننشر إشاعة إنه هاي الكتب بتسبب الكآبة بيقوموا بيشكلوا لهم إياها. إحسان تمام، هلا بفكر لك بشي طريقة. أنا برأيي رح يكونوا كتير حلوين، معلقة صورة أنه هدول رح يكون أحلى. مو معقول. جيجي نعم، شوف وصلوا عارضين الأزياء، خد من شرب شبك صافي. ايه شفتهم شفتهم حلوين، بس هدول كلهم عم ياخذوا ابر لحتى يعملوا عضلات. لا تنغشي بس ماشي. حلوين كتير. تلعب رياضك اليوم؟ شو جيجي يعني شو الأخبار؟ جانبيك وصلوا عارضين الأزياء. ايه وحلوين كتير طبعا، مو أحلى منك يا بيك. معقول لو ريس تقارنيني فيهم؟ ريهام سنان شامس أهلين، كيفك؟ عانيتو، اشتقت لك من زمان ما شفتك، وين مختفي؟ وأنا اشتقت لك. أيوة واشتقت له كمان. والله عم أقول لحالي مين هذا اللي ناكل شعراته. وأنا كمان عم فكر بنفس الموضوع. عم يفكر. جان بيك بدي أعرفك، سنان هذا رفيقي من أيام المدرسة وهذا مدير الشركة. انتي رفيقي؟ رفقات من المدرسة. تشرفت فيك جان بيك. وأنا تشرفت فيك. طيب بدي خبرك انه ريهام كانت اعز رفيقه عندي بالمدرسه، وكنا دائما نروح ونجي على المدرسه سوا، ما هيك ريهام؟ والله عن جد. ايه وكانوا كل البنات يلعبوا نط على الحبله وانا العب بالطابه مع سنان. ايه برافو عليك. وكان عندها شورت احمر قصير، يا الله شو كان يلبق لك يا ريهام بوقتها، شو كنت حبه. معقوله مو نسيان؟ معقول انسى يا حبيبه قلبي؟ قلت لها حبيبه قلبي؟ لكن شورت قصير؟ شو على اساس ما بتلبسي فوق الركبه؟ يعني هو مو لهون، هو طوله لعند الركبه مو قصير، مثل الشورت اللي بيلعبوا طابه. هديك الأيام تعرف بوقتها أنا وكل بنات المدرسة كنا عشقانينك. عم تمزح؟ كيف يعني كنا؟ يعني أنت كمان كنت عشقانتي ولا شو؟ قصدي كل البنات، يعني كل البنات كانوا عشقانينه مو أنا. في شغلة متأكد أنه مستحيل تكوني نسيانتي. شو هي؟ مو معقول تنسى. ذاكرتها قوية كتير، مستحيل تنسى. الله يسامحك ريهام ما بتنسى بالمرة، مستحيل حتى الشي التافه والبلا طعمة بتتذكره. عجل؟ ماشي سنان، اكيد بشوفك وبنحكي، بس هلا انا كثير مشغوله. ماشي بس ما تختفي مثل العاده، مو مصدق انه رجعت شفتك، لهيك ضروري نقعد ونحكي سوا. أكيد يلا رح نقعد ونحكي. أكيد. انا برايي لازم تخلصوا وداع لانه صار وقت درس السواقه. مو معقول تكوني نسيتي درس السواقه، يعني شي بتتذكريه وشي بتنسيه، مو معقول تنسي الدرس ما هيك؟ ايه صح، انا شلون نسيت؟ ايه؟ عندي درس سواقه هلا. ما تواخذني سنان، لازم روح على درس السواقه. عادي ريهام ولا يهمك، لكن بنطلع بوقت ثاني بتكوني فاضيه فيه. ماشي. ايه طبعا. يا ريت يا سيد سنان، بس للاسف ريهام بتضل مشغوله كل الوقت وما عندها وقت فضى بنوب، لهيك ما رح تزبط. بس انا عندي فكره احلى. ليك شو هي؟ خلينا نأجل القصه طبعا بعد اذنك، يعني لانه مشغولين كتير، يعني شوفت عينك تصوير وقصص، فالكل هلا مشغول، لهيك انت لازم تروح تجهز حالك بسرعه. يلا سنان اكيد بشوفك. اكيد. جيجي جيجي خذ الاستاذ سنان ليجهز حاله وشوفوا إذا لازمه شيء، يعني بدي إياه يطلع أحلى موديل عنا. يلا يا بطل روح روح بسرعة، دير بالك على حالك. أمرك جنبيك. يلا روح والله يقويكم. أنا دعني أشوف. بدي قهوة، ما بدي شاي، بدي قهوة. فهمنا قهوة. جنبيك كثير مشتاقتي له لرفيقك وبدكم تقعدوا سوا. بتشرب قهوة؟ لحظة أنا بشرب قهوة. عم تكبشوا ما عم تشوف؟ لك انت كيف مشتاقتي له؟ قال شو كنا نلعب سوا بالطابه وكل بنات المدرسه كانوا دايبين بجماله، ضليتوا ساعه قرقرقر قدام كل الموظفين. يعني معقوله انت ريهام مو حاسبه حساب حدا؟ واللي بشوفكم بيقول انتوا رفقات من ايام العسكريه مع بعضكم. والله وانا كمان فكرت هيك وقت شفتهم لرفقاتك همسه وجيداء من الكوماندو جايين. الكوماندو؟ انت شو قصدك بالكوماندو؟ والله اللي بقصده انه الجو كتير حلو اليوم وخرج الواحد يطلع مشوار. يعني هلا عم تغيري الموضوع انت؟ شو قصدك فهمني؟ ليك ريهام رح اقول لك شيء مهم، صدقيني عارضين الازياء شغلتهم الوحيده بالحياه انه بس يطبقوا بنات، لهيك انتبهي على حالك، يعني لا تتاخذي بكلامه وروقي شوي على حالك. ايه؟ بصفتك شو عم تنصحني انتبه منه؟ عم انصحك بصفتي رفيقك، واجبي اني انصحك وما خليكي تغلطي، يعني مثل مو سنان رفيقك انا كمان بكون رفيقك، ولا نسيتي؟ اكيد انت مو مثل سنان. كيف يعني بالله؟ اشرحي لي. يعني مو مثل بعض. سنان رفيقي وبس. ايه وانا؟ مميز. مميز؟ شو يعني رفيق بس ورفيق مميز؟ ريهام حاجة تلفي وتدوري. عن جد ما بعرف شي وما بعرف كيف فهمك شو قصدي. بعدين انت اللي بتلف وبتدور كتير مو انا. انا رفيق مميز. انت قلت لي بالاول قبل ما اقول انا. كلامي مزبوط؟ كنت تقول عني مميزة ولا ليكون هاد المصطلح خلق لحضرتك بس جان بيك؟ يعني ممنوع حدا يستخدمه غيرك انت ولا شو؟ بلا ما نتأخر يلا عنا درس سواقة. ايه صح. يلا رح جهز حالي ومنروح. استنيني وانا كمان بدي روح جهز حالي.
مشان الدرس. بس فهميني انتو على شو كنتوا كلياتكم عشقانينه لهذا الولد ابو شعر منكوش؟ كانوا عشقانينه مو انا، هن مو انا. بالفصحى بتيجي هن مو نحن. مو معقولة هالبنت. وبعدين معك؟ انت شو عم تساوي هون؟ أمير وينك انت؟ شكلك تصالحت مع أخوك ورحت سكنت معه على الأغلب. حضرتك هلأ بالشركة ما؟ لك انت جنيتي شي؟ شو عم تساوي قدام الشركة؟ اي والله جنيت أمير بيك، حضرتك جننتني. قلت لك إنه لازم نحكي وأنت ما اهتميت بنوب. هلأ مستحيل نقدر نحكي، مستحيل. هلأ بدنا نحكي يا أمير، يا أما أنت بتطلع لعندي يا أما أنا رح فوت لعندك. اصحك تطلعي لعندي لهون، ليكني جاي. صفي سيارتك بعيد عن الشركة، عم تفهمي؟ رح أنطرك بالشارع اللي ورا الشركة. ايه كتير منيح، يلا جاي فوراً. هي ليكني اجيت. شو هالموضوع المهم أليم؟ اجيت مشان اخذ طابة التلج سيد أمير. أليم ما رح اقدر اعطيكي طابة التلج. ليش ما رح تقدر تعطيني اياها؟ قلت لك جاي اخذها. ما بقدر، لأنه صارت مع أخي. كيف؟ وين صارت؟ مع جان. كان لازم ارجع اكسب ثقة أخي، وطبعا كسبتها. كسبتها وبعتني طبعا. أليم أخي كان شاكك فيني من الأول، وريهام شافتني وأنا عم اخذ الطابة واجت واجهتني. شو لازم ساوي؟ خليها تقول له قبلي؟ ايه فكرتك ذكية أكثر من هيك ألين. وأخوك جان شو عمل؟ أكيد ما صدقك ما هي؟ بلا صدقني. لو اكتشف الموضوع كان رح يسلمك للشرطة. يعني ما عاد رح يسلمني؟ لا ما رح يسلمك. ألين اصحك تجي لهون مرة تانية وانطري خبر مني. عثمان أكيد هلأ شوي تانية رح ينادوا لك، وأنا عندي كم شغلة لازم ساويهم. أنت خليك هون وأنا برجع بشوفك بعدين. تمام؟ إيه تمام. وهي إجت لوريس، ما عاد خاف عليك بوجودها، مع أنه ما لازم أمن بحد هالإياه. عثمان أهلا وسهلا فيكي من جديد. هي قهوتك، تفضل اشرب. يسلموا إيديكي. عندي سؤال لحضرتك، أنت تتعب كتير بالتمرين لتحافظ على جسمك؟ مو كتير، يعني عادي مثل أي شاب. منيح كتير. ايه شو بدك تخبرنا؟ اكيد اجاك عروض جديده بعد عرضنا، سمعنا اخبار حلوه. والله اصلا انا هلا مشغول ومو قدران ارتبط بشي هالفتره. كيف يعني؟ انت اكيد ما بتقدر تشتغل مع غيرنا. برافو. منشوف. عثمان اهلا وسهلا. اهلين. واخيرا اجيت لهون. على فكره انبسطت انه رح نشتغل سوا مثل اول. ايه عن جد دارين خانم، عن جد معك حق بهالموضوع. بتعرفي انه لهلا ما اشتغل مع غيرنا. عن جد عم تحكي عثمان؟ طيب أنا عندي صديق مقرب عنده وكالة ممثلين، وصدقني كل الناس مبسوطة معهم. أبظن أنه كان في إله بطاقة هون، أنت بتعرفي لوريس؟ إيه إيه صح بعرفه. احكي معه وقل له أنه أنت من طرفي، وأنا كمان رح أتصل فيه ووصي فيك. أنت بهالجسم وهالمقومات بتقدر توصل لشي كتير منيح عثمان. مزبوط برأيي. هالمجال رح يخسر إذا ما دخلت فيه أنت عثمان. مو لهالدرجة يعني. ما بعرف بصراحة. خليني أقول لك النصيحة، ما في داعي تكون متواضع لهالدرجة، لأنه رح يتمادوا معك إذا شافوك هيك هش وضعيف. نصيحة من دارين. معها معها. ليك عثمان عود شوي وارتاح، خلينا نحكي مع بعض. إيه؟ إيه أمير. ليش ما عم تحكي معي؟ وكمان ما عم تطلعي بوشي. يعني كيف بدك ياني اطلع بوشك بعد ما حكيت معك حكي طالع نازل وبدون ما اتاكد من الخبر كمان؟ ايه كتير قسيتي علي. معناتها انت مدينه الي باعتذار. عن جد انا كتير بعتذر منك امير بيك، كتير بعتذر. بس انا تراجعت بصراحه، الاعتذار لحاله ما بكفي. معك حق، شو ما قلت وشو ما عملت صدقني انا كتير محروجه منك كتير. شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل؟
فكر يا أمير فكر. تعزميني على الغداء؟ أكيد أمير بيك، أنا اللي بعزمك على الغداء. شو رح ناكل؟ رايحين ورايحين، شو رأيك أعزمك على سلطة بذور الشيا؟ إيه؟ وافقت؟ رح روح شوي على الأرشيف وبرجع. ماشي. يعني برأيي الواحد لازم يدور بأكتر من شركة ويحط خبر عند كذا حدا، ما بتعرف إمتى الدنيا بتضحك بوشك وإنت بتستاهل. ريهام عم تشد كتير، ارخي الدركسيون شوي. لا 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 تضغطي كل هالقد، ريحي ريحي ايدك ريهام، تركي تركي شوي. كيف يعني؟ القصة سهلة بس لا تشدي. بس ما عم تخليني سوى منيح. كنا وقعنا. شبكي ماسكتي وكأنه رح ينسرق مني. عم قلك لا تشدي، روحي روحي. انا شو كان بدي بهالشغلة؟ خلص ماشي، وقفي وقفي وقفي، خلص وقفي هون. يلا هلأ صافينا ننزل بسلام. يلا انا بنزل، لا تحملني. جان بيك، انت ليش بهيك جو راكب موتور؟ مفكر حالك كوماندوس؟ شفت حالة الطقس وكاتبين انه رح يضل في مطر لثلاث شهور تانيات، ممكن يضل لسنة كمان. امتى رح تتعلمي على هالزفت؟ معقول نستنى لحتى يجي الصيف لحتى اعلمك؟ بعدين لازم تتعلمي باصعب الظروف لحتى تقدري تطيري طيران وقت بيكون الطقس حلو. وانتبهت على شيء وانت راكبه؟ هدول المرايا يا ترى ليش محطوطين هون؟ لنطلع عليهم، ليكن عم يلمعوا. هن تلوتوا بشويه مطر بس لساتهم نضاف. ما قصدي هيك، لازم تطلعي على المرايا لتشوفي يمينك ويسارك ريهام. ممكن يجيكي حدا طاير ويخبط فيكي وتروحي فيها ساعتها، او ممكن يجيكي كلب او قطه تطلع لك فجاه هيك بوشك. شو بتعملي بدون هدول؟ جنبك الطريق فاضي، مين رح يجي على غفله؟ لك مو هيك، انا قصدي لبعدين، ممكن يجيكي حدا ما بتعرفي من وين. شو ما بتسمعي بالحوادث؟ انت لازم تطلعي بالمرايا، ولا ليش حاطين لك اياهم هون؟ لهيك لازم تتفقدي المرايا من وقت للتاني وتشوفي اذا في حدا جاي وراكي. بس انت هيك وترتني زياده، مو معقوله. روق شوي. اوهو، وانت بتتوتري فورا، ما شاء الله عليكي، من اول دقيقه بدك تتوتري. مو هيك بتمشي القصه يا بنتي ريهام؟ الشغله ما انا مسحه ابدا، اعصابك لازم يكونوا حديد، عم تفهمي؟ لازم ما تتوتري. طيب طالما انت قاعد وراي، اطلع على اللي بيجي من ورانا وانا بتطلع قدامي. لك يا زكيه، في شيء بقوانين السير هيك بيقول، في شيء بيقول لك اللي بيقعد ورا بيطلع ورا. شو عم تخبصي انت؟ وراء كل امرأة عظيمة رجل يقف خلفها، اوعك تنسى. لك يا مجنونة، أنا خايف عليكي وبتهمني سلامتك، ما بيهمني شي تاني. لهيك وقت اللي بتسوقي تطلعي على المرايا لتشوفي مين في وراكي، ما فيك تضمني إنه في حدا معك بكل مرة. بدي أسألك سؤال، سؤال واحد بس. هي المرايا مو بحطوها للسيارات، شو عم تعمل على الموتورات؟ لك افهمي علي، هي المرايا ما حطوها لحتى تتمكيجي عليها، يعني ما حطوها لتحطي حمرتك كل يوم قدامها. ليش برأيك حطينها؟ كنت عم شوفك من هون. شو قصدك يعني؟ طلعي علي، طلعي فيني، شبك استخدميها كهواية، يعني لا تعتبري حالك عم تسوقي، طلعي قدامك بشكل سهل وحاولي تطلعي وراكي بالفطرة وتحكمي بالدركسيون، عرفتي؟ يعني بطرف عينك وكأنك خلقانة وعينك بتخطف هيك، عرفتي؟ خلاص عرفت شو بدي أعمل. شو بدك تعمل؟ بالله شو؟ خلاص عرفت، منفك هاي. رح حتى مستحيل. رح غلفك من فوق لتحت، ما تركتي لي حل تاني، لازم تتغلفي انت هيك. رح صير مثل الروبوت اذا بلبسها، ما رح اقدر سوق براحتي وانا مربطه. ما بتصير مثل الروبوت اصلا، الركب مهمه والرقبه والكواع كمان، يمكن يصير لك شيء باي لحظه وهيك رح ضل حاسس بالذنب. مشان هيك خلينا من الاول نحمي حالنا. تعي خليني امن عليكي، يلا تعي لعندي، تعي وقفي هون، يلا تعي تعي. ما بدي. لك تعي لهون، ما في تهرب. ما بدي. عم اقول لك وقفي. اذا ما ربطت لك اياهم ما حيمشي الحال، لازم احط لك اياهم. ممتاز. يلا لا تحاولي تفكيهم بالمرة، خليكي لابسيهم هيك أمن لك. هو أصلاً لإلك الموتور؟ إيه الموتور، يعني انتبهي عليه، لا تقسي عليه ولا تنزعي، يعني فيك تعملي فيه اللي بدك يا بتاخديه لوين ما بدك وهو بياخدك كمان. لساتنا عم نحكي عن الموتور ما؟ إيه طبعاً عن الموتور، لكن عن شو عم نحكي نحنا؟ معناتها عيونك على المرايا بس، ما كتير يعني، ما كتير تهتمي للطريقة، عرفتي؟ عم تفهمي علي؟ عن الموتور أصلا؟ ايه عن الموتور. فكري بالمكان يلي انتي رايحة عليه، اتفقنا؟ بالمكان يلي فينا في في فيكن تروحوا عليه. بالموتور؟ ايه بالموتور، ليش؟ مع مين بدك تروحي عليه؟ أكيد مع رفيقي. انتي قصدك رفيقك المميز؟ ايه رفيق دربي. رفيق دربك، لكن برأيي لازم نحط تبع الكواع ونشدهم منيح وساعتها منصير جاهزين لننطلق. تمام. يلا وهلأ نحنا صرنا مستعدين، وانتي؟ أنا مستعدة. يلا امشي.
عم يمشي. ليك فهمي، حط لي هديك الطاولة بالأول من بعد إذنك، لا تخليها بالنص، والكرسي لا تنسى. الله يخليك يا ربي. مين حط هاي الكتب هون على الأرض؟ الكتب أنا باخدها. وشو مشان الكيك؟ يلا الكيك حطه هون بسرعة، خلي مسافة بين الحلويات والموالح. والله فكرت حالي صرت مساعد المديرة يا مديرة، بس طلعت كرسونة بجيب لك اثنين لحمة بعجيه من الفرن يعني. وشو بيفرقوا عن بعض؟ ابني الشغل شغل. لا للتعب يا ابني، لا للتعب. ايه والمكتبة للجميع كمان. برافو برافو. انا وصلت. راح علي شيء؟ ان شاء الله ما يكون راح. ما راح عليك شيء، لا تخافي. الحمد لله. شبك انت دائما مستعجلة. والله خفت يكون راح علي شيء وبلشت بلاي. منيح لحقت حالي. نشكر الله، جبت البزر واجيت بسرعة قبل ما تبلشوا. ايه لانه ما فينا نستغني عن البزر بالمكتبة، مو هيك؟ مهم كثير صح؟ ما فينا بلا يعني. معقول جايبة بزرع المكتبة؟ والله مانك طبيعية انتي. شو؟ ليكي وهيبة، شوفي شو صاير معه نهاد بيك، كتير صغران وحليان. شفته شفته، طالع جنتلمان مانو قليل الطرسان. وجايب لك بوكي ورد كبير وكاتب عليها سامحيني يا حبيبتي وهيبة. عرفان حاله شو عامل. طيب سامحي، وين المشكلة؟ شو هاد يا معلم؟ هرب هرب. والله انبسطنا فيك، انت فخر كبير لنا يعني. تسلم وتسلم. اليوم يومه حلو، بس اليوم كأني حليان أكثر. جيبوا الكتب على وقتهم يا جماعة، لا تأخروا فيهم إذا بتريدوا، ما بدنا نتأخر. الغالي. وهيبة؟ دخيل الله. يا روحي، أنا عن جد بعتذر منك كثير. سامحيني بترجاكي. سامحي بقى. سامحي وهيبة، والله حرام. خلص بس. شو صاير بيناتهم؟ معقول عم يفهمونا؟ السيد نهاد ما بيعمل هيك. ايه؟ سامحتيني شي؟ ردي علي، سامحتيني ما؟ شو عم تقول؟ شيل هدول من قدام المدخل لأنك عم تسكر الطريق، لهيك شيلها من هون. أصدع البوكي؟ شو عم يصير؟ يا ترى والله بيوجع القلب. يا حرام. وهيبة شو عملتوا؟ شو دخلكم بيناتنا؟ يلا جيبوا الكراسي. يلا طلعي فيني، رح تندمي على اللي عملتي وتذكري كلامي. بعرف شو عم بعمل، لا تتدخلي. ايه كثير بتعرفي ما شاء الله. حرام عليكي. خلص انا ما دخلني. سنان صار هون. طيب سيد عثمان رح نفوتك بعد شوي. ايه ماشي، تفضلوا. وانتو هون تفضلوا. تمام. شو يا شباب كيف الشغل؟ طمنوني. منيح ممتاز. منيح كثير ممتاز. كله ممتاز. ما بدي اشوف زحمه بالشركه، على مكاتبكم ما بدي اشوف حدا برات مكتبه. نحن اليوم عم نحضر لحملة إعلانية كتير مهمة، حاجة بكفي إهمال. لا هذا الزلمة جن على الآخر. ليلى أنا قربت خلص شغلي، وإذا خلصتي أنت كمان شو رأيك أخدك معي؟ بس أنا هلأ ماني راجعة على البيت عثمان. طب ليش؟ عنا افتتاح وأمك أكيد بدها مساعدة. أي صحيح اليوم الافتتاح ما هيك؟ بس لازم أطلع أتغدى مع أمير بيك. طبعا الغدا مع أمير بيك أهم بكتير، يعني شو بده يكون في أهم من هيك؟ معك حق عثمان، هذا غدا عمل مشان الشغل. فهمت فهمت. إيه شو بدك يعني إلا للخالي وهيبة؟ إنه ليلى عندها شغل ضروري وما قدرت تيجي على الافتتاح. ليك عثمان، هي من الأساس ما رح تلاحظ غيابي، فهمت علي؟ إذا انتبهت اخترع لك شي قصة وأنا بلحق آخر الافتتاح، ماشي؟ لو سمحت ساعدني. ولو تكرم عينك بتأمري. بصراحة بدي أعتذر منك، إجينا من الحارة وعم نزعجك بمكان شغلك الفخم والمرتب. يلا أنا رح أمشي. عثمان انت ليش هيك عم تسهل؟ لوريس خلينا نروح. يلا انا جاية وانتو اهتموا بالشغل ماشي؟ عثمان استناني. هاي وصلنا. خالي وهيبة. جان اهلا وسهلا يا ابني. اهلا فيكي، شو اخبارك؟ منيحة يا ابني، انت شو اخبارك؟ وانا منيح. بدك مساعدة؟ أنا جاهز. لا ابني شو هالحكي، لولاك ما قدرت افتح مكتبة. الله يوفقك، بكفي هيك. يبدو انك بحاجة مساعدة. هات على مهلك. لا 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 شباب، كنا حملناها. شو في داعي لهالبطولات؟ الفعل قلنا وصيت لغيرنا، شو هالمسخرة هي يعني؟ ما عم افهم. ما شاء الله شو قوي. تمام سلم ايدك. كيفك يا فهمي؟ مرقني يا فهمي. تفرديها يلا. ما عندكم شاي؟ طبعا في فورا. اختك وينها يا بنت؟
ما بعرف ما اجي؟ ما اجت، خلص انا رح احكي معه. مفكر لي حاله قبضاي. امير بيك لو سمحت لا تضحك هيك، عم تخجلني. بعتذر بعتذر، بس شو اعمل؟ كل ما تذكرت فوتك على الغرفة وطريقة حكيك ما بقدر امسك حالي ابدا. اي عن جد انا ما بعرف كيف حكيت معك بهي الطريقة، خجلانة منك، ما عم صدق اللي عملته. ايه بس انت كان معك حق، كل العيون مفتوحة علي بهالوقت، ويلي عملته صار معروف. امير بيك انا كان قلبي عم بيقول لي انك انسان منيح، يا ريت تصرفت على هالاساس وقتها. ايه ما صار شيء، بعدين اجينا نحن نتغدى وننبسط، فما صار شيء. بصراحة ما توقعتك تتجاوز الموضوع. انا تجاوزته؟ لسه ما تجاوزته؟ طيب لا تطول كتير. خلص بشوف. امي عم تتصل. ايه ماما. وينك؟ ليش ما اجيتي لهلا؟ نحن رح نبلش الافتتاح. ايه نسيت خبرك ماما، بعتذر، طلعت لي شغله ضروريه بالشركه لهيك رح اتاخر شوي، في شي مشكله قليلي. برافو بنتي، برافو عليكي. ما بتقولي لحالك امي عندها اعداء كتير ولازم اوقف جنبها وادعمها باول شغل خاص فيها، برافو. طيب امي طلعت لي شغله شو اعمل؟ اترك شغلي، معقول تحكي هيك؟ بعدين اكيد وقت تحتاجيني رح تلاقيني واقفه جنبك على طول. مديرك هون، اذا بدك باخذ لك اذن منه. اجا جنبك كمان؟ اجا طبعا اجا، لك انا مفكره الكلمه لك انت. امي يلا روحي، انا مشغوله بقضيه كتير مهمه، ما بدي التهي معك. اهلا وسهلا، تفضلوا. سكرت التليفون بوشي. عن جد؟ كان عندك شيء ولازم تروحي؟ امير بيك قلت لك انه امي صارت رئيسه الجمعيه، ما بتتذكر؟ واليوم هو اليوم الاول اللي رح تفتتح فيه امي اول شغله لها باعتبارها صارت الرئيسه، عم تفتتح مكتبه بالحي وبدها تعمل افتتاح، وانا تاخرت عليها شوي لهيك خانقتني. هلا فهمت، امشي نروح نحن. نحن؟ إذا ما فيها سئلة منروح ومنحضر، وأخي بيكون هنيك كمان. ما في مشكلة بنوب، وحتى رح تكون خطوة حلوة كمان، بس فينا نترك الغداء ونروح، يعني ما عندك مشكلة؟ بما أنه يوم مهم لأمك فأنت لازم تكوني جنبها، مو بتقلي لي دائماً أنه العيلة أهم شيء؟ تمام لكان يلا خلينا نروح. بس ما رح كذبك، رح أقول أنه جاي من الشركة بوعدك. ماشي شكراً أمير بيك، يا الله دخيلك. معناها أنا رح أطلب الحساب. بس لو سمحت خليني أنا أدفع الحساب هالمرة لو سمحت. تمام أنت ادفعي وأنا بطلب الحساب، أوكي؟ تمام.